بالعكس. وبتكسر تاني. ده انا مش عايز لا جلنت ولا عايز ايرز ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. عايز دي. ودي هروح للينس اوبجكت واحط معاها ده. مش عايز اكتر من كده. تمام. هعمل منه فيرجن بلو. والجلو ده نخلي بالنا اللون بتاع الكلر بتاع الجلو هنلاقيه هنا. ده الكلر بتاعه. عايز اخلي الكلر بتاعه كده ما يبقاش ساتوريتد قوي. وممكن هنا الفول اوف تايب ممكن اغيره لاكسبوننشال مثلا. وممكن لو ضغطنا هنا اهو هنا في عندي هنا حاجه اسمها التكتشر. لينس تكتشر هقول له مثلا حاجه زي ديرتي حاجه زي كده جرايم مش عارف ايه. دي احسنهم. في هنا الفولوف لو انت زودتها هيبان قوي. انا عايزها خفيفه قوي. برايتنس برضو قليله شويه. الومينيشن ريديوس العب فيها زي ما انت عايز. اوفست هي بتتزق يمين وشمال بس خليك على زيرو وبس. اد وهجيبها هنا كده وهعمل لها روتيشن اوفست. تمام. والسكيل بتاعها خليه مثلا بتاع 70. وهاجي على البوزيشن راديوس البوزيشن قصدي اكس واي وهجيبها مثلا من اول هنا كده وهمشي بتاع 10 فريمات وهجيبها هنا. طبعا هضغط يو لاني هحط كي فريم للروتيشن اوفست والروتيشن اوفست هتبقى عامله كده. وعلى ما ترجع ورا فلو بصينا الكاميرا هنا حركتها غريبة. الكاميرا حركتها معقدة شوية فهتغلبنا شوية في الاخر. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجيبه هنا ونظبط دي كده. نشيل الكي فريمات دي بس. تمام. ونخليها من اول هنا مثلا واخده الروتيشن زي ده وبس. هنكي فريم البوزيشن والروتيشن لغاية حتة معينة ان هي مثلا كده. بس وتيجي هنا يبقى السكيل بتاعها وصل زيرو وهي تبدأ بسكيل 8 مثلا. فهي كده ماشيه مثلا كده. وبعدين نيجي هنا مثلا
هعمل كنترول دي للإفكت نفسه، وهنا في الريندر مود هقول له اوفر اوريجينال، اما هنا فهشيل كل الكي فرينج دي تمام، وهرجع السكيل 50 مثلا اللي هو ده. ونخلي بالنا ان الاولاني مازال شغال، يعني لو قفلنا ده الاولاني شغال، بس هخلي ده اون ترانسبيرنت وهخلي ده اوفر اوريجينال، يعني ده فوق التاني. لو فتحنا ده الاثنين شغالين. هطلع بس قدام كده، وهاخد ده هنا مش كده. هاخد ده احطه هنا كده وألف ده الروتيشن كنترول زد. ما خدت السوليد نفسها، انا عايز الافكت نفسه. حاجة كده، وده كله هيعمل بيعمل زي فلاش بسيط تمام، يعني هيجي من اول هنا مثلا و هنحط كي فريم زي البرايتنس والسكيل وبرضو البوزيشن، ونمشي شوية وليكن هنا هما دول كي فريم روتيشن، وجبناها هنا وهنروتيت دي بس على ما يجي هنا يكون طفى زيرو وديبسي. بس احنا عايزين فريم واحد بس او فريمين ثلاثة اربعة خمسة، ويكون البرايتنس والسكيل بطلس. كده ممكن برضو تحط فلير بيمشي هنا، ممكن يعني في حاجات كتير او ممكن بقى تتعمل. انا مش عايز اتقل في الورشه دي، خصوصا ان هي ورشه علشان اصلا نعرف ازاي نكمبوز بين السينما وبين الافتر. افتكر اتكلمنا في حاجات كتير قوي 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 في الورك شوب دي، يمكن حاجات فعلا كتير. واتمنى يا رب تكون عجبتكم. يمكن انا عايز انزل او ارفع كده شويه دي كده سنة كده، دي اخر الكونتراست دي. هروح للجراوند واروح لو نفتكر لكيرفز تمام، وهنزل لكيرفز وبرضو هنزل لإكسبوجر، وممكن انزل بالجاما بس مش هنزل بيها، مش هنزل بيها لان هبوظ لي الدنيا في ال 32 بت. فانا هنزل الاكسبوجر. لو جينا نشوف هنضغط زيرو من لوحة المفتاح ونشوف الدنيا ظروفها ايه، وارجع لكم بعد. شوف كده مع بعض
بكده نكون هنا المحاضرة دي، أتمنى تكون استفدتوا فيها شوية معلومات كتير أنا عارف، وإن شاء الله الورش الجاية هتبقى أقوى وأشد من كده بإذن الله. أسيبكم على خير وسلام عليكم.